الحرفه هي خدمه خلاخل يلبسوهم في السخي نتاع الرئيس، ويلبسوهم عده بلدان خاصه الشرق الجنوب. كان الوالد الله يرحمه يخدم عند عارفه يهودي وتعلمها من عنده واحد، فهمتني. انا زاد دخلت الحانوت هنا من عام 70. الخلاخل يلزم تطلب يدين، ماهيش انسان واحد باش يخدم وحده، خاطر باش يخدم وحده ويتعطل ويتعب وحده، تطلب على الاقل شيء ما يمكن زوز ثلاثه يدي. نجبدوا صفيحة كيما هكايا نذوبها عند الذواب، ونجبدوها صفيحة القياس اللي حاجتنا به نحن، ونجبدوها صفيحة في الماكينة، ومن بعد نجيو نفصلوها من القياس اللي حاجتنا به، ومن بعد نحموه كل شيء الخلخال ونظفوه واحد يخرج أبيض كيما هكايا، ومن بعد يتثنى في على الماتريال اللي موجود هنا في الحانوت، ونلحموها من داخل ونعبوها بالرصاص، فهمتني؟ باش تاخذ التوع نتاعها الكعبة، ونخدموا لها راس نتاعها كيما هكايا. وتلصق كيما دريع هذا، وبعد تمشي للنقاش. كلمة العربي هذه ما تموتش، لأن خاطر جيل بعد جيل، جيل يمشي وجيل يجي، والصنعة هذيك تبقى قديمة موجودة. معناتها هما تو شيرة الجنوب يلبسوا حاجة نتاع سوري، مش حاجة كيما نتاع العربي. وعندهم عروسة يشروا لها من جميع النواحي، معناتها اللبس العربي بصفة عامة. إذا كان شباب يوصل يتعلم الصنعة هذه ما تموتش الخدمة، على خاطر علاش اللي دين ماشي وتتقل، لأن هي الخدمة خاصة خدمة الخلافة تطلب مجهود. الرمزية نتاعو معناتها كيما نقول نحن تقاليدنا كلها ما ماتتش، التراث ما ماتش، مازال موجود، مازال حي.